معانا ام اسلام، سيده ام اسلام. أيوة. من القاهره. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي حضرتك. ازاي حضرتك يا شيخنا، عامل ايه؟ نعم وفضل الحمد لله. معلش يا شيخنا لو سمحت، انا كان عندي حته ارض وبعتها وحطيتها شهاده في البنك. ماشي. عشان ما اصرفهاش، هل الشهاده دي حرام ولا حلال؟ والقيمه بتاعتي، هو ده سؤالين، والقيمه بتاعت الشهاده دي هل ينفع اطلع الفوائد اللي بتطلع منها، اطلع منها الزكاه؟ ده سؤال. طيب والسؤال الثاني، الابناء المتجوزين بيجوز عليهم الزكاه لو ظروفهم الماديه لا مش متيسره، ولا ما ينفعش ان احنا نطلع لهم جزء من الزكاه؟ هجاوبك بس قبل ما حضرتك تقفلي او حاجه كده، لو سمحت تمام. بعد اذن حضرتك بلاش حكايه الفوائد دي، ما اسمهاش فوائد. ايداع المال في شكل شهاده او وديعه، الريع اللي بيجي فيها ده اسمه ريع مش فايده، لان انت رحت سلفت البنك. لا لا لا، انا حطيت شهاده، عملت شهاده. طيب الشهاده دي، الشهاده عشان ما هل كنتهاش. الشهاده دي معناها، هل الشهاده دي معناها ان انت سلفت البنك؟ لا، انت رحت عشان تحط المالك في البنك عشان تعملي ايه؟ تستثمريه، فما لهوش ايوه علاقه خالص بالسلف ولا علاقه بالقرض خالص. فلذلك المال اللي بيجي لك من الشهاده ده مال حلال، وما في، والريع بتاعه ما اسموش فايده، الريع بتاعه اسمه عائد او اسمه ريع. طيب وانت بتقولي بقى هل ينفع ان انا اطلع من الريع بتاعه الزكاه؟ طبعا لازم ينفع، لانه ده مال حلال، يعني هذا مال مكتسب بطريقه شرعيه، هو حلال، فيجوز الانسان يتملكه ويفعل فيه ما يشاء. فما تسمعيش كلام اي حد يقول لك كلام خلاف ذلك، لان هو في الحقيقه هذا الكلام يفسد على الناس اموالهم ويضيع اموال الناس ويجعل اموال الناس مهلكه. ولذلك زي ما قلت لحضرتك، ايداعك المال في البنك في شكل شهاده ده حلال، والريع اللي بيجي من هذه الشهاده يجوز ان انت تدفع منه الزكاه، سواء لهذا المال او لغيره من الاموال.